بمناسبة إطلاق الهوية الجديدة لدبي للأعلام، كشف سعادة محمد الملا الرئيس التنفيذي لدبي للأعلام عن الهوية الجديدة لدبي للأعلام وأيضا المبادرات الاستراتيجية التي تم اعتمادها من مجلس دبي للأعلام برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للأعلام. وأشار إلى أن مهمة دبي للإعلام هي خلق بيئة إعلامية مستدامة مع التركيز على 4 محاور: المحتوى، المواهب، والشراكات والمنصات. وأكد سعادة محمد الملا أن دبي للإعلام تطمح أن تكون الجهة الإعلامية الأولى في الشرق الأوسط والمحرك الرئيسي للقدرات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام، وأيضا مواكبة دبي كعاصمة للاقتصاد والسياحة والإعلام. We'll be right back.